نبدأ. بسم الله. الدرس الثامن أو الدرس الثامن، هذه التنظيمية ساعدوني إمباغاتي أمل نيمن زي دوخ نوخ أين شتوك، يعني خذوا جزء آخر. طبعا الجميع سيسعد دوخ، ما معنى دوخ؟ مثل تأكيدات، وهذه تأتي في البي 1 أو البي 2، ففيها للمفاجأة مثلا، للسؤال، للتعجب، لعدة أماكن. نمت فون ديم كوخن، خذ أو خذوا من الكعك، فالتي للجمع. نم دوخ أين شتك كوخن، خذ جزء من الكعك. فلدينا هنا كونيوغاتيون، تصريف في البريزنس في المضارع، دو كومست أنت تأتي فيصبح كوم، مثل العربي تعالى، نحذف حتى الدو. فالإي أن الإي أن يحذف. إيا كومت، مثل تعالوا. زي كومن، كومن زي، يعني تعال حضرتك. ده إمبراتيف من دو und ihr hat kein Subjekt، يعني لا يوجد فيها الفاعل Subjekt. إمبراتيف normale Verben، يعني ننظر الآن في الأفعال العادية. الإنفينيتيف المصدر kommen مثلا، فالفورمال المحترم kommen Sie، هذا في الأمر kommen Sie. إمبراتيف في السنجولا kommen، في البلورال kommt، تعالوا. طيب الأنريجلميسيجي فيرب، الإي يصبح إي، نيمن يأخذ، نيمن زي خذوا، خذ حضرتك يعني، نم، فحولنا الإي إلى إي ولا نحتاج إلى الها فأصبح نم. أما هنا نيمت، خذوا. الأنريجلميسيجي فيرب التي فيها أ يصبح أ، ففارن يسوق، فارن زي سوق حضرتك، فار هذه شاذة، وبعدين فات، أما غيرها تصبح أ. طيب trennbare Verben، الأفعال المنفصلة mit bringen، فبرينجن زي mit، زي ما تعلمنا bringen Sie mit، bring mit وبرينجت mit. السين له خاصية طبعا، سين زين زي، يعني كن حذرا مثلا، زين زي فورزيتيش، طبعا كلمة فورزيتيش موجودة في المنشن الآينس، زي كن، زايد يعني أنتم كونوا، فيصبح دي ليس تي. أما لو تي فيصبح المعنى منذ، يعني مثلا زايد 2000، منذ سنة 2000. هابن زي يعني تملك حضرتك أو املك حضرتك، هاب und habt، فالمفروض انه haben unregelmäßig ويصبح er، لكن هو بقي كما هو. einen imperativ kann man mit bitte höflicher machen، الامر ممكن نضيف اليه البitte فيصبح محترم، bitte helfen Sie mir او helfen Sie mir bitte، يعني ممكن البitte يصبح في الاخير helfen Sie mir bitte. طبعا ممكن ايضا كوم bitte مثلا، كوم bitte mit mir، هذا ايضا ممكن، oder kommt bitte mit mir، يعني bitte ممكن نضيفه في الجميع. im imperativ sagen wir oft mal und doch، تمام هذا هو الجميل.
إنه في الإمبراتيف التأكيدات عن المال والدوخ ممكن نضيفها فيصبح هيلف مير دوخ ولا هيلف مير مال، أو ممكن الاثنين هيلف مير دوخ مال، فيكون هناك جمال في الجملة. أي أحد لديه سؤال؟ هو احنا لما دفنا دوخ مال كنا يعني بتعبر عن ايه؟ Ich konnte nicht hören. لم أستطع أن أسمع. لما ضفنا دوخ مال كده الجملة بتعبر عن ايه يعني؟ لما اقول لحد الفرق ما بين اقول لحد هيلف مية واقول لحد المعنى هيلف لم مية دوخ. يتغير، المعنى لم يتغير، لكن الجمال في الجملة أصبحت أحسن. يعني لو قلنا مثلا هيلف مي، تمام، سيكون زي جملة جامدة. أما هيلف مي دوخ ففيها أيضا يعني تركيز في النبرة، هيلف مي دوخ، يعني نركز على، يعني نضغط على الهيلف، هيلف مي دوخ. أما هيلف مي عادي، أو هيلف مي مال، تمام. تمام. يعني ممكن نشبه، يعني أنا أشبه من عندي، ممكن أحد يعترض علي على اليوتيوب ويقول لا هذا الكلام خطأ، لكن حتى في العربي عندما نضيف مثلا إن يصبح الجملة فيها تأكيد أو فيها أهمية، يعني جاء محمد، إن محمدا جاء، أو لا والله محمد جاء، ففيها تأكيد، فيها انتباه أكثر. هي برضو زي العامية عندنا، احنا بنضيف حاجات كده في الكلام هي ملهاش معنى بس بتفرق بقى، اللي هي بتوصل للشخص يعني الشخص اللي استقبلها بطريقة معينة غير لو انا ما قلتلهاش مثلا زي بقى او كده. فانا قصدي ضخ، لو انا قلت ضخ لحد بتوصل له ازاي؟ او مش عارف حضرتك فهمني ولا لا. أنا فاهم، هي المشكلة أنه أنا الأهمية غير موجودة عندي، فأنا لا أستطيع، يعني ليس لدي الإحساس هذه، يعني فأنا مثلا زي لو احنا قلنا مثلا لو انا جيت اقول لك فاز ما خست دو، انا ممكن اقول لك فاز ما خست دو دين، انت تمام. بتعملي ايه دلوقتي؟ فاهمه؟ ف اه تمام. انت بتعملي ايه او بتعملي ايه بقى؟ ايوه انا بقى يعني ممكن كده بقى، حته بقى ديت يعني بتفرق، الشخص اللي بيستقبلها بقى بتفرق في نبرة هو الكلام. علشان فانا قصدي علشان أمر هو علشان أمر فعشان ما يبانش إنه في حدية شوية، في حالة شدة شوية، فاللي هو الدنيا تبقى فليكسيبل كده مرنة يعني. تمام، شكرا. معرفش بقى يعني الحلو زي البقى، هيقول إيه. زي البقى. اوكي، طيب ننتهي هنا ان شاء الله.